السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم. بطبيعة الحال يوم مشمس وحصيلة جديدة، أرقام جديدة نتوصل بها من طرف وزارة الصحة، وأخبار إن شاء الله جميلة خاصة فيما يتعلق بحالة الشفاء الذي يزداد. هذه يومين 500 واليوم تقريبا شي 200 وتقريبا يعني عدد كبير من حالة ديال الشفاء ولله الحمد. وزارة الصحة كتعلن أنه تسجلت 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي بطبيعة الحال إلى 14730 حالة. 14730 حالة مصابة بفيروس كورونا كوفيد 19. إذن متتبعي قناة شوف تي في، 123 حالة جديدة كترفع العدد ل 14730 حالة. وأضافت الوزارة عبر بوابتها الرسمية بطبيعة الحال أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض 10848. يعني الحمد لله اليوم شفاوا 209 ديال المواطنين والمواطنات، وهذا شيء جميل ورائع أننا نسمعوا الحالات الشفاء ترتفع بال 500 و600، واليوم تبارك الله 209 ديال الحالات ولله الحمد، فيما استقر عدد الوفيات عند 240. إذن 240 حالة وفاة هو العدد الإجمالي ديال الوفيات منذ تسجيل أول حالة في مارس السابق. وبلغ كذلك الناس اللي داروا لهم التحليل والحمد لله ما لقاوش فيهم الكورونا 795073 حالة. والوزارة بطبيعة الحال كتنصح جميع المواطنين والمواطنات أنهم يديروا الكمامة ويتباعدوا وما يتسلموش بطبيعة الحال. إذن متتبعي قناة شوف تي في، العدد ديال الإصابات بالمملكة المغربية منذ دخول هذا الفيروس يرتفع بطبيعة الحال إلى 10848. و كنتمنى إن شاء الله أننا ما نشوفوش وفيات في الساعات المقبلة. إذن حالة الشفاء كما قلت لكم 10848، أما بالنسبة للمصابين ف 14730. شكرا لكم على المتابعة، نتلقاو معكم أكيد بعد قليل في واحد الحصيلة أخرى إن شاء الله، دمتم في رعاية الله. إذن أخي محمد ربما جيتي متأخر، فقط 123 حالة اللي تسجلت اليوم، وتقريبا 209 ديال الحالات اللي تشافات. إذن عدد الحالات التي شفيت أكثر من الإصابات ولله الحمد. شكرا لكم على المتابعة، دمتم سالمين وفي رعاية الله، إلى اللقاء.